في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. طارت الميج 31 الروسية في غرب المتوسط إذانا برسائل أخرى ربما سيكون لها ما بعدها، لأن مثل هذه الزيارة بين قوسين باتجاه غرب المتوسط والقمة التركية الروسية تختزل شرق المتوسط وأيضا سوريا، فالرسالة هنا إلى ليبيا بأن التواجد الروسي التركي اليوم رغم تركيز الكل على سوريا هناك المشكل الليبي، لكن المسألة لا تتعلق بليبيا فقط، إنما أيضا وهذا مهم لأن الطائرات الميج 31 طارت قبالة الشواطئ والمياه الإقليمية الجزائرية. فلما أولا هذه الطائرات اليوم تطير قبالة الجزائر؟ ربما ردا على تاونسند هذه الزيارة التي بدأها من باماكو وأراد تحييد الجزائر من محور موسكو الجزائر العاصمة باماكو، هذا المحور الجديد الذي يريد الأمريكيون إيجاده الآن. المسألة الثانية هي أننا أمام ميج 31 بمنظومة قصيرة المدى R-74N تجرب لأول مرة، وهذا التجريب أساسا موجه للترسانة الروسية في الجزائر، لأن تجريب مثل هذه الصواريخ القصيرة المدى ستكون فعالة للغاية. إذن أول إشارة قوية جدا لموقف روسيا أولا في سوريا شرق المتوسط وفي ليبيا غرب المتوسط وأمام الشواطئ الجزائرية على وجه التحديد، وبالميج 31 بصواريخ الR-74M المطورة. نحن نتحدث اليوم ليس عن الR-74 ولا أيضا عن الR-73 المطورة، إنما نتحدث عن تطوير في المنظومة القصيرة المدى الخاصة بالR-74M، وهي لأول مرة تجرب وهي مواجهة أساسا بالنسبة للقصيرة المدى للترسانة الجزائرية على وجه التحديد. إذن الرسالة الأولى العسكرية أمام قمة كما قلنا قمة مع أردوغان في شرق المتوسط وحول إدلب سوريا في شرق المتوسط عموما، وعندنا في الاتجاه الآخر ما يناهض التدخل الأمريكي في شؤون المنطقة بهذه الزيارة من قائد أفريكوم. رغم كل ما يدعيه الآن الأمريكيون فإن زيارتهم كانت باتجاه تحييد أول شيء تحييد الجزائر من هذا المحور كما قلنا موسكو الجزائر العاصمة وباماكو. المسألة الثانية الدور الجزائري في الساحل والذي ضمنه تاونسند شخصيا عندما تحدث عن دور جزائري في المنطقة، وهذا لا يعني الدور الروسي، إذن هنا تمييز، محاولة خلق شرخ ما بين الموقف الجزائري والموقف الروسي ومصالح الجزائر تضمنها الولايات المتحدة الأمريكية ويمكن العمل عليها إلى جانب الأمريكيين على الخصوص، وهنا يطرحون أنفسهم كمحور للسلام وأن تكون الجزائر هي قوة تنمية وقوة سلام في المعادلات في معادلة الإقليم في مقابل محور الحرب باماكو موسكو. إذن مثل هذا التصور قد لا يكون له معنى ببساطة شديدة، رغم أن موسكو قدمت أخطر هدية غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الروسية الأمريكية، تسليم روسيا قواعد من أراضيها للطائرات الأمريكية لقصف ما تراه إرهابيا، خصوصا تنظيم الدولات خراسان في أفغانستان، وأيضا حسب الحاجة تنظيم إرهابي على الأقل حسب القانون الروسي، ونقصد تماما حركة طالبان. إذن هذه هي المعادلة الأساسية بالنسبة على الأقل للعلاقات الأمريكية الروسية. كيف يمكن لهذه العلاقة أن تتطور إلى أقصى حد
ويتسلم الأمريكي قواعد روسية، وفي نفس الوقت هو لا يرغب في مسألة بسيطة جدا، دعم باماكو هذه العاصمة العادية والتي تريد إبعاد التأثير الفرنسي. والتأثير الفرنسي غير مرغوب فيه أمريكيا، ولكن بمعادلة إقليمية وليس أبدا بالانجرار إلى مواقف ضد فرنسا أو ضد غيرها. إذن الرسالة، رسالة الميج 21 قبالة الجزائر ضد هذه الزيارة بالنسبة لتاونسند، خصوصا وأنها أخذت أبعاد شديدة الأهمية في قضية الليبية ودعم دبيبة أمام روسيا، هذا شيء هام للغاية، لأن مثل هذا الانعزال بالنسبة أو العزل بالنسبة لحكومة دبيبة وحكومة الوحدة الوطنية هذا سيذهب أبعد عندما سيعترف الجميع أن مسألة روسيا ودعم روسيا على وجه التحديد شرق ليبيا وخلق معادلة تنازعها إسرائيل بقوة مع صدام حفتر، إذن روسيا في شرق ليبيا تنافسها فرنسا الآن بإحضار ضباطها وانطلاقا من جنوب ليبيا لضرب التشاديين والمعارضة التشادية، هذه هي الزاوية الأولى. الزاوية الثانية الحضور الاستخباري المباشر لإسرائيل، والحضوران الفرنسي والإسرائيلي صحيح أنهما يخدمان باستقلالية عالية مصالحهما وهذا مؤكد، لكنه يخدم بطريقة ما المصالح الغربية، وهكذا تختلف الأوراق بشكل كبير جدا خصوصا بالنسبة لهذه النقطة على وجه التحديد. إذن لنبعد هذه الرؤية التي سنفصل فيها في فيديو قادم، مهم جدا بالنسبة للروس أن ما أراده تاونسند من إبعاد الجزائر وتحييدها وعزلها عن هذا المحور طار بطائرته إلى بالميج 31 إلى هذه المنطقة. الميج 31 هي المزعجة بشكل كبير جدا لفرنسا، إلى درجة أن فرنسا لديها فقط حق فيتو ضد سلاحين روسيين، الأول هو السخوي 34 لأدائها العالي القتالي في حرب سوريا، وللتخوف الكبير من أن تكون السخوي 34 إن كانت على النمط الروسي ستكون مقاتلة الفعالية ميدانيا. إذن هناك السخوي 31 والسخوي 34، إذن الفرنسيون يتخوفون من هذين الطرازين بشكل رهيب جدا نتيجة دراستهم للطرازين من جهة، ولذلك فإن طيران الميج 31، هناك من علق كثيرا لماذا 31 ولماذا هذه الميج على وجه التحديد ولماذا التركيز على الميج 31 وغيرها، وذكرت في وقت سابق لماذا فرنسا تتخوف من الميج 31 من وصولها إلى الجزائر، وهناك صفقة فيها ما فيها تطرقنا إلى تفاصيلها ما بين الجزائر وما بين الاتحاد الروسي السوفيتية. على كل حال هذا الأمر يراجع فيه الفيديو مستقل وفيه دقائق الأمور حول الميج 31 في الجزائر. أهم من كل هذا سنجد أن الميج 31 هي التي يطير بها الروس، لكن هذه المرة بصواريخ قصيرة المدى، مما يعني رسالة مباشرة عسكرية إلى فرنسا. تخيلوا الميج 31 هذا الشبح بالنسبة للفرنسيين على الأقل، وبمنظومة قصيرة المدى من الار 74 ام القصيرة المدى يعني على الارض مباشرة، يعني سحق بين قوسين الحقل، يعني حرق اي حقل ميداني يراه الجزائريون بانه يجب ان يؤطر عملهم. لذلك فقصيرة المدى تساوي الحرب، الحرب ضد الارهاب، الحرب الآلية، الحروب الصغيرة، وأيضا التعاطي الميداني المباشر مع الحالة القتالية العادية، كل هذا تحتضنه الميج 31 المرغوب فيها جزائريا
والمرفوضة من فرنسا بأي ثمن، والآن بقصيرة المدى بمعنى أنها يمكن أن تدخل الحرب غدا وتحسمها في برخان. لذلك فالميج 31 هي إشارة، رسالة جد جد خطيرة من الروس. لماذا طاروا بالميج 31 عقدة فرنسا، ولماذا بقصيرة المدى التي يمكن أن تدخل الجزائر وتربح معارك برخان بشكل أكبر لو أرادت؟ إنما نتيجة لهذه الرسالة فسيكون تاونسند أكثر خوفا من مواصلة المحادثات وهذا المحور ما بين موسكو الجزائر العاصمة وباماكو، ومن الخطورة على الأقل أن الجزائريين إلى حدود اللحظة لا يرغبون في التدخل العسكري في برخان، رغم أن الدستور اليوم يسمح لهم بذلك، ولكنهم يرغبون أكثر في استراتيجية حدودية. الطراز من الصواريخ R-74M، ونحن نتحدث عن الميج 31 فوكس هوند السابقة، نجد على أن الرادار زاسلون M هو القادر على حسم أكثر من معركة، على حسم كل الرهانات في هذا التوقيت على وجه التحديد. نحن نتحدث عن مدى 400 كيلومتر، وهذا حاسم جدا، يجعل من 60 كيلوغرام بالنسبة لهذه الصواريخ والمدى 400 كيلومتر، سيكون هذا السلاح حاسما بكل تأكيد اتجاه برخان. لذلك فالميج 31 المرعبة للمخابرات الفرنسية تطير في مقابل الشواطئ الجزائرية إيذانا بأن الرسالة موجهة أساسا إلى فرنسا، ولذلك اختيرت الميج 31 وبقصيرة المدى من أجل حسم الرقعة في جنوب الجزائر باتجاه النطاق الاستراتيجي للجزائر في مالي وفي برخان. المسألة الثانية، مباشرة بعد تصريحات تاونسند قائد أفريكوم، وجدنا الروس يعززون شراكتهم في غرب المتوسط مع الجزائر، وهذه رسالة قوية بأن روسيا لن تتخلى على مصالحها، ولو أدى الأمر إلى العمل بشكل أحادي الجانب، وهذا مرفوض لأن الشراكة الجزائرية الروسية متقدمة للغاية. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.